L'Express. مواصلين معكم في الإكسبرس في إطار لا سومين دو لا دياسبورا. نستقبلوا ضيفتنا رحاب حفيظي واللي هي رئيسة أتوج فرانس جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى في فرنسا. رحاب أهلا وسهلا بك. عسلامة. أهلا وسهلا. ميرسي دو مافوار انفيتي. شكرا لك على قبول الدعوة. على امتداد الأسبوع قاعدين نحكيوا برشا على الثروات البشرية التونسية الناجحة في تونس وفي الخارج، لأنه فما برشا من التوانسة اللي خرجوا في وقت من الأوقات قراوا البرة، حتى عملوا تجارب البرة ورجعوا اليوم لتونس. فما دوتخ بروفيل يمكن اللي خيروا يا إما يستقروا في الخارج، وإلا يمكن في وقت من الأوقات ينجموا زادا يرجعوا هما بيدهم إلى أرض الوطن. دوك في الأخير كل بروفيل رحاب هو بروفيل اونيك، هات ناخذوا فكره عليك انت، لانك انت بديت في تونس، قريت في تونس، ومن بعد خرجت كامل في قراءتك في فرنسا. اكزاكتومون. انا واحده من لي مامبر دو لا دياسبورا اللي موجودين اليوم في الخارج. انا بنت المدرسه العموميه، بديت قرايتي في تونس، عشت في تونس، قريت في ليسي بيلوت بورقيبه، وبعد الباك كيما برشا من لي مامبر نتاع لاتوج وكيما برشا من دياسبورا اللي موجودين اليوم على لترونجي، جي اون بورس دو ليتا تونيزيان. دونك خرجت لفرنسا، كملت قرايتي en classe préparatoire pour les grandes écoles, ou bah j'ai enchaîné avec une école d'ingénieurs, et après j'ai intégré le marché du travail l'année en France. قعدت لهنا كيما برشا من اللي قعدوا ونحلم اني نرجع في وقت من الاوقات، مي entre temps كلنا عندنا معناها l'envie ان نعاونوا تونس، ان on essaie de contribuer même à partir de nos pays d'accueil. وهذا هذاك علاش انا اليوم je suis engagé في لاتوج كيما برشا من اللي موجودين في لاتوج، وحتى في لي اسوسياسيون بارتنير نتاعنا اللي عملنا معاهم ليفينمون دياسبورا سامر نتوركينغ. الكلنا دي ممبر اللي ميم سي عايشين برا عندنا لونفي ان نرجعوا لتونس، ان نعاونوا تونس، ان نعاونوا الونسي دي بروجي، ان نحاولوا اون بروبوز دي سوليوشن او بروبليم. و اي سي بور سا كو اون ا انونسي معناها لاليانس انتر نوز اسوسياسيون. C'est surtout pour le but de nous l'aimer à la diaspora qui m'a dit qu'elle fait une salle de bacharie kbira ou fait des profils des secteurs très variés, elle fait la finance, fait l'industrie, fait l'énergie, fait le digital, fait la médecine, ou le col n'a mané à des projets et lancer des initiatives qui aident l'économie tunisienne. رحاب، هالمجهود الممتاز جدا هذا ما بين 6 جمعيات، ومتاكد كانوا فما جمعيات اخرين ينجموا يدخلوا على الخط في قادم الايام والاسابيع ان شاء الله، كيفاش ينجم يزيد يتطور؟ مثلا اليوم قاعدين نشهدوا في تغيير على رئاسه الحكومه، كان اليوم الحكومه تنجم تعاون باي قرار، شنو ينجم يكون باش تسهل لكم موضوع سواء تبادل الخبرات، سواء المساعده اللي تنجموا تقدموها للطلبه ولا باحثين توانسه، ولا اي تالون تونسي موجود في تونس ولا خارج تونس؟ اليوم لي تالون اللي موجودين في تونس ولا خارج تونس، نجم نقول اللي من اكثر الحاجات اللي تنجم نعاوننا تو سكي فاسيليتاسيون دو لونتربرونيا دو لانسمون دي بروجي. احنا نخدموا ياسر في الريزو دو لاتوج اي افيك لي زوتر اسوسياسيون سور لا كيسيون دو لونسي دي بروجي في تونس، خاطر فما برشا من الدياسبورا اللي برا بعد ما اكتسبوا سنين خبرات واكسبيريونس يحبوا يروحوا لتونس بور لونسي دي بروجي، والا حتى يعاونوا en investissant في des projets et des startups tunisiennes. Donc كل ما هو تسهيل للحياه للانتربرونور التونسي ما تنجم كان تكون بينيفيك وتنجم كان تشجع انه التوانسه يرجعوا يلونس دي بروجي في تونس. نخدموا برشا زاده على الاسبي مونتورا، عندنا برشا يعني دي توانسه دي كادر لهنا اللي يخدموا في دي غراند انتربريز اللي عندهم سنين كبيره من الاكسبيريونس واللي يحبوا
يحبوا يعاونوا كي سون لا، يعني في نيمبورت كل مومون الدوله في حاجه لينا باش نقترحوا دي سوليوشن، باش نقترحوا دي بروغرام، احنا موجودين. و سي اوسي لو بوت دو سيت اليونس انه احنا نبداو نخدموا على دي بروجي كومون، نجموا نعطيو مقترحات، وهذا اللي احنا باش نحاولوا نعملوه في السنين الجايه. هذيك علاش احنا avec le diaspora summer networking event on a voulu annoncer معناها cette alliance واللي ان شاء الله بعد تلم دي اسوسياسيون اخرين. لو بوت سي كو اولا الرانديفو هذا يولي ان رانديفو انويل، يتقابلوا فيه كل صيف التوانسه اللي عايشين لبرا واللي جايين من دي سيكتور مختلفين. الحاجه الثانيه هو انه اون فا لانسي اون سيري دو فوروم اللي هي تونيزيا جلوبال فوروم، ويبدا ان شاء الله ا بارتير دو سيت اوتون. لو بوت تاع النهار هذايا هو احنا نحكيو على دي سوجي عندهم علاقه بلا دياسبورا، لا كيسيون دو روتور ان تونيزي، كيفاش نعاونوهم باش يلانسيو دي بروجي، كيفاش نعاونوهم سي اون ا سيغتان كي سون دي بيزنس انجلز ويحبوا ينفستيو في تونس، كيفاش نعاونوهم يلقاو لي بون بروجي ولي بون ستارت اب. دونك كل ما هو تسهيل للعوده نتاع التوانسه اي لو لونسمون دي بروجي في تونس ما ينجم كان يكون بينيفيك. نذكر رحاب حفيظي رئيس أتوج فرنسا. في الفترة الأخيرة رحاب قاعدين نحكيو برشا على ظاهرة الهجرة، وخاصة ما يسمى في تونس بهجرة الأدمغة، وكل واحد منين يراها هالظاهرة هذية. برشا يشوفوا فيها كونه الثروات اللي قاعدة تخرج من تونس هي خسارة للبلاد، فما شكون يقول لك لا، كي يخرج لبرا سواء باش يقرا والا باش يخدم باش يكتسب تجربة اللي نجم يوظفها من بعد لفائدة البلاد. حسب رأيك فما جوستو ميليو ما بين الاثنين؟ Exactement. هو لازم يكون فما ان جوست ميليو، وهذاك احنا سكو اون ايسي دو بروموفار في لاتوج. بالنسبه للطالب جون اللي مازال في اول حياته المهنيه ولا مازال قاعد يقرا، تجربه الخروج لبرا تنجم تكون ذات فايده كبيره ليه ولبلاده، خاطر كيف يخرج لبرا يشوف دوتر مانيير دو فير، يتعرف على طرق جديده للجيستيون، يتعرف على دو نوفيل بيرسبكتيف، على عباد من دي ناسيوناليتي دي كولتور ديفيرونت، وهذاك ما ينجم يكون كان انريشيسون ليه. في العوام هذيك ليدي سكو انه يكتسب خبره، يتعلم اترافير لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل اللي يعملهم، مي لازم ان سارتان مومون يحاول يفيد بلادو ويحاول يرجع لبلادو اترافير لي زيكسبيريونس كي لا فيكو. دونك ينجم يكون هذاك سوا كيما قلنا بالعوده، دونك انه يلونس دي بروجي، يلونس دي زونتربريز، il partage son expertise في تونس، soit aussi il peut faire ça en restant معناها dans le pays d'accueil mais يخدم برشا à créer des partenariats avec la Tunisie. نعطيك ان اكزامبل، اليوم برشا من الدياسبورا اللي احنا نحكيو عليهم et surtout du réseau de la TUJ يخدموا اليوم في des grandes entreprises موجودين معناها en tant que cadre en tant que membre des conseils d'administration في des grands groupes. ومن الحاجات اللي هما ينجموا يعملوهم سي كو هما عندهم une force de proposition et une force d'influence اللي تخول لهم يقنعوا لي زونتربريز نتاعهم يحلوا دي فيليال في تونس، يلانفيستيس في تونس، يخدموا برشا على تو سكي سوليوشن ار اي دي اي انوفاسيون ديجيتال ان تونيزي. دونك هذاك ينجم يعاون برشا دون لا كرياسيون دو لامبلوا. قبيلك حكيت على عده قطاعات اللي التوانسه متميزين فيهم في تونس وخارج تونس. اليوم كان نقول لك فما قطاعات معينه اللي يلزمنا نركزوا عليهم في قادم السنوات، ما نعرفش مثلا في التكنولوجيا، ولا التكنولوجيا هي بحر وفيها برشا تفاصيل وبرشا تدقيق، شنو اليوم الكاب على شنو يلزمنا نوجهوه حسب تقديرك؟ هو شوف لي سيكتور كلهم اليوم في تونس يا ان فور بوزوان بور لي تالون، مي توا تنجم تقول فما دو سيكتور اللي بالحق يلفو انفستير ا ماكسيموم فيهم. لو بروميير سي لو سيكتور دو ديجيتال، دونك تو سكي عنده علاقه بالانوفاسيون ديجيتال، لي نوفيل تكنولوجي، لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي هي الفا
probablement dominer les différents métiers dans les prochaines années, où tout ne se fait un potentiel كبير خاطر فما كل عام عندنا élèves اللي قاعدين يتخرجوا من les écoles d'ingénieurs Twins واللي هما des compétences reconnues à l'international. Donc لازم on doit miser beaucoup là-dessus. Le secteur ثاني اللي هو السيكتور تاع الانرجي. Tout ce qui a عنده علاقه بالانرجي renouvelable خاطر les écoles تعرف اللي les ressources d'énergie fossile يعني عندهم une limite واليوم فما un besoin énorme, tout ce qui est عنده علاقة بالإنرجي renouvelable, l'énergie verte. Donc, je pense les deux secteurs, le digital et l'énergie, c'est là vraiment où il va y avoir beaucoup de besoins dans les prochaines années. Où ahna Tunis najm nkounou msabqin, si on investit au bon moment dans ces deux secteurs, où nchajjou le développement nta3hom à travers des collaborations hatta avec des entreprises internationales, où hadi bach tkoun zada khedmet la diaspora, najm nkounou mel awail fi en Afrique ou hatta fi l'alam l'arabi à avoir ces deux secteurs en avance. بيه. انت بديت المداخلة متاعك رحاب أحفيدي كونك بنت المدرسة العمومية التونسية، ويظهر لي المدرسة العمومية التونسية والنظام التربوي في تونس لمدة عشرات السنوات هو اللي واصل كونه عنا اليوم الثروات البشرية اللي في كل أنحاء العالم قادرة كوني تفرض نفسها. في تقديرك اليوم شنو اللي لزمنا نحسنه في المنظومة التربوية الحالية والتكوين كذلك المنظومة متاع التكوين الحالية باش نقعدوا كومبيتيتيف في العالم ما نخسروش هالاتو اللي عنا كتوينز؟ هو المدرسة العمومية كما قلت أنت هي العماد، يعني هي الباز، هي الأساس متاع أنك باش فوالا، هو الأساس، هو العماد متاع أي مستقبل تنجم يكون عند البلاد. وهذاك علاش اللي اليوم تلقى دي كادغ البرا كي سون ركونو وعندهم دي كومبيتونس معناها تخي ركونو على شان انترناسيونال، سي غراس على ليكول بوبليك. Pour rester compétitif, أولاً لازم فما دي ماتيير اللي تنجم تقول لازم يتقراو من الصغرى، tout ce qui a عنده علاقة بالروبوتيك، بالانتليجنس ارتيفيسيال، بالديجيتال، حاجات هذي يعني اليوم في الدول المتقدمة الصغار يقراوهم من الابتدائي. دونك هذه لازم نزرعوا في الصغار حب انه يكتشفوا حاجات عندها علاقة بالتكنولوجيا، حب الكيوريوزيتي بور تو سكي عنده علاقة بالانتربرونيا اوسي. لازمنا في ليزاتوليي اللي نعملوهم في المدارس ولا في الكوليج ولا في الليسي، نحاولوا زادا نوصلوا للتلامذة انه كيف تكمل تخدم كي تكمل تقرا تو ني با اوبليجي انك لازمك فورسيمون تخدم اون طونك سالاريي في شركه، تنجم انت تو لونس ان بروجي توا ميم. لازم يكون عندك روح معناها لافونتور اي فولوار انوفي اي فولوار انتربروندر. دونك نعطيهم حتى دي كور نتاع 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 ماليه، نتاع كيفاش تصنع اون انتربريز، كومون تو جير اون ستارت اب من اللي هما صغار. هذوما الحاجات اللي توا ياسر قاعدين يركزوا عليهم في البلدان الغربيه، اللي بالحق يتعرف الصغير على كيفاش ينجم انه يلونس سون بروبرو بروجي وحده، تنجم ترى دي ميراكل من بعد. باهي، دونك هذا بالنسبه للتكوين والتربيه والتعليم والتكوين كذلك بالنسبه للموارد البشريه والثروات البشريه التونسيه. نخلي كلمه الختام رحاب حفيدي، نذكر بريزيدونت اتوج فرانس، رئيسه جمعيه التونسيين خريجي المدارس الكبرى في فرنسا. نذكر لي احنا في اطار لا سومين دو لا دياسبورا كل يوم على اكسبريس اف ام في كل برامجنا قاعدين نخصصوا في حيز زمني هام لثرواتنا البشريه المتواجده بالداخل والخارج، خاصه في علاقه بشنو ينجموا يقدموا للاقتصاد التونسي وللدولة التونسية. خلي لك كلمة الختام رحاب. كلمة الختام سي انه الثروة البشرية هي اكبر ثروة عندها تونس اليوم. دونك لازم لي فورس الكل تتلم بنت بعضها باش تساند هالثروة البشرية، باش نعاونوا لي بورتور دو بروجي انهم يلونس دي بروجي، باش نعاونوا العباد اللي لبرا انها ترجع لتونس. اي لو بلوز امبورطون سي كو لا réunion يعني fait la force. Donc l'union كل ما نزيدو نتحدو اكثر، كل ما
لونيون باردون لونيون في لا فورس. دونك كل ما نتحدوا اكثر كل ما المختلف الجمعيات اللي موجوده اللي كي سون سبيسياليزي معناها دون لا دياسبورا كل ما يتلموا كل ما يخدموا على دي بروجي كومان كل ما يكون احسن البلاد. شكرا لك رحاب. وانا فرحانة اللي انا لانسي سيت انيسياتيف وان شاء الله تكبر وتتوسع باش تلم دي اسوسياسيون اخرين. كل التوفيق بطبيعة رحاب حفيظي واحنا باش نكونوا معكم في كل المراحل ان شاء الله حتى في الـ في لي زيفينمون اللي باش يصيروا ان شاء الله في الخريف والشتاء الجايين باش نكونوا معكم اكسبريس اف ام في دعم لهالمجهود اللي يذكر فيشكر من عدة جمعيات مجتمع مدني لاتوش تاغ سويس تونيجيان نتورك وغيرهم من لي اسوسياسيون اللي قاعدين ينسقوا مع بعضهم كذلك الاسوسياسيون تونيزو كنديان دو بيزنس وغيرهم من الجمعيات اللي قاعدين ينشطوا مع بعضهم وينسقوا فيما يخص الثروات البشريه التونسيه. شكرا مره اخرى رحاب حفيظي رئيس اتوج فرانس موصل معكم بعد موجز ما 3:30 على اكسبريس اف ام. راجعين